هو جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا زخرفت المساجد فالويل لكم، يعني كان الناس اهتم الناس بزخرفة المساجد ونسوا الأصل الذي أقيمت عليه هذه المساجد اللي هو ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع بالذكر وليس بالبناء. طيب، فلا شك الأصل أن بناء المساجد للحاجة إلى إقامة العبادة فيها ليس للتجمل، هذا مثلا. لكن لا مانع إنسان يتعب على المسجد ويجمله ويحسنه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.